وعلى شيء يشكك كوار حق نغنكا كوردي وقود كتالي سنعي كوبا كهاني بيه صومالي أوردن كدهيل وكاها حاجة عمر عمي قرطة وعلى شيء تراسل تسمي علماء اسمنا صومالي كرالدو سلطانو بقرنو ومن غيادو سبيه نيكا لو قرصي هاي إنو مؤمن سنة أقول إسلام سنة قرانك هي المساجد كي يقول يسود هاي ولينا سياسة جرين وقرأت كي قوة كعين إلى الله عليه السلام كرا عبد الله كرا صوفين أرزاق عبد الله هران مهما سليمان حاسدين بتغالي هو بتغالي وكان كبور يتلقى كتاب دلال صوماليا هاي دولتا قال هو جميلان إلى سديد بلدود الدهبة أيوم قاضي تلك كمن وقاريين تفتك عياراها فضوط جامعات عربتها وتقول لي جامعات عربتها بلد الدهبة ما كنت منا تفتك عياراها فضوط قاربتها آسيا أيوم لو مجد تقول ليس بلد الدهبة كي تقول لك قال مالكا تبسي لتا صلى الله عليه وسلم وحيو تقارن تي عيد كستو مكا نباتير هو أيوم صوماليا مكي أسنا لي وقوية كعدي لها قرين تسير النباتير يخاركم واتيلا إنما ري وقوية آوي أسو سي أسنا تقارن تي مكي بركدا لكوبيكو والله المذكيو وحيو تقارن تي وقادين يا أي وياما دهلي كتلمان تي تلس إتوبيا نتقلق بابا مسلي شرغول هل عالميا دير كيدوها يدلوها هل يهيدان هين ولما كمان وقوة مدلوها يدو مدلوها بريدي niki jooleba jooye sidii tareys galki de baynaan sireen tiilane waxa la qabtay tartan wiilasha iyo gabdhaha ogolada qaranka Soomaaliya oo dhan tiifiga Soomaaliya ayaa ku beeliyay abaalmarin waxa kaalinta koowaad ku guuleystay Saada Cali Warsame haqi gabdhaha wiilasha Umar Duur Cali wana gareer booday aan gaamiyad tagay Hassan Diriyal oo runtii ogolada waa bari isagoo la qortay urbaalay jira la taamada akara academy of culture and language af Soomaaliyan academyada dhaqanka iyo afya akara sanad walba ay dhayaan maamus bilad ayu gasan qofka hubbu qofka dhaqanka iyo afku wax ku soo kordhiyay sanad ugu horeeyay waxa la siiyay Saada Cali Warsame bilada Saada Cali ayaa wad liyaado sanad ugu xigeen waxa la siiyay nin la saarado dibadda ka soo noqday ka bilaabay dalal wax barashada ilays دوكسي الحنانة العقلطة دوكسي الوصة كدهاء كسراء يتعمال ده ومده إليس انتبه ويقول عبد الزلام تنكب لما أرضى إليها دلسي وهي أحمد أوتام عمر يسمه هوها أوتام عمر يسمه وقت بحان دولة ما قبل قيلوا لها انتو يبسدي وانا يربوه والله يكسو خرده كل شيء بريه وحن يبسدي قيل يتسي تبدا علم بارس وسمية وضي كست وطلع ورس كنو كلا يذو بربروت وقع baa toga boosaaso muqdisho toga tibsiga ayuu ugu tagay ka qorayay gabayada iyadoo marka fasoomaalaan jirin oo uu ku qorayay carabi qoyaale hayo uu ugu qorayay yaad yaad ku taagna meel soo taan taas uu qoray jiray buuga taariikhda daraawush la isaga qoray buuga leedo diiwaanka gabayada sayid ko boqolay la tan gabay la isaga qoray buugaag badan aan aragu ku qoray halka taariikhda bulsho تاريخ مقدسه ماديها وحاضرها مقدسه تاريخ سويال كيرا تكتلي دي يتاجل كيرا إلا تدربوغا فرق يقري أف صوماليا لو كوري قرنتبكي صوماليا دوبا انتين بوبو كيدي أو لرن بوبو كوري بكا إلا تبان نوري تون بوب بوليين مانا هان قف عادي وحوا هايات وحوا واحد دول بيقا وصوكا مر يسوه كيليسا لغالي يسوكا ما وحوا ربا مقرنسا بكا قد كي فرط صوماليا قفتنا صدح قف مريني سياها مثل احمد عبد الحانكي او سوى قبر الصوم لكن قد تكتب او تام عمر عيسى يا احمد علي ابو قرر ترى كان دي شيء ولا الكيسة اذا عدى على قاعد خلص لي فرد صومالي مثل قرر وقرر يا قلم او لو قرر قا ا لا اي نا لك اذا عندك شيء يجري بها احمد علي ابو قرر بوغات بلدنا وكوغري قيل يا فردها وشولا لو قطع معي وقرر هو احمد علي ابو قرر ما احنا على بكره يوم تعالوا من الرجال والفردي شو قوم كعين ما امشي نور تمرنا يا وهل دي شيء يا شيء كوا حق نغنكا كوردي وقود كتالي سنعي كوا كعين بها صوما علي أوردن كدهيل
وكاها حاجي عمر عمي قرطة ولا صوت ذلك قلبت كبرع ولا أي صوت ذلك كنت نبهر وكنت فرس مشوقة كنت موليس تعرض العرابه حاجي عمر عمي وقلت قمت موليس يريا لكن سلطان كفريا كو وانا دي مشوقة كنت كفرس هي كنت كقريبة اللي هي حاجة وانا كبحر عن دريقة قادرين وأصوك شان دريقة السالحيين سالحيين قف يقول إيه كان الصومالي سيدنا عبد الحسن بوها ما قلت له أشهد محمد صالح أو سودانيا أو حرب معلل وعصي قادرين كبحوا سالحيين إيه الصوكة قمنا يرد جدوا بغول حال مهر جدوا بغول حال إنت أصول صندوق أدار الفسان وأدير إستركها حاجة صومال هديك لا مجدتو وهي هو حاجة فرصة يا بنسيان رسول شكري وقت كان شفته دي بعدها وهي هو تنقل ناس معها وللطان بدون يا مجا وقريه لو اللي انت مع قرى يقطعها لك قال ماي بقول كان على عندي يرد كان وهل العلماء كبر انت تشوفني قال لي لو قال لك كبر الله قال لك بخيرنا يا رب بقول كان نكاحها تنقل لك قبل لا اسحال لا اسحال لا تفزم هسك مستوى سيل تعالى هو اللي لو تعالى معها طريقه صالحيه قادريه وقالوا كم احنا من نور الناس اللي تقولوا وانا قال لي حاج تاديو صالحين انا بخصوص بيت هذا ما كنت قلت له شلا يا شيخ عبد الغالي كريم لك كوالا لنا وهاك انت سوق عليه وصول لغدا وهي لما شنو يا دوي اللي حاج وانا اقول لك من نور مين سيدي ما لوكو ميري كا حاج عمر كا حاج عمر انت اللي هي البوسري ما بغى شاف بربر كشيويني صومالي بوري بو عمر غلط بو عمر ون عبد تام عديري عبد بني متغاني متيلا ما كان ليا قال لي ياشي حول هذا الفوت اللي قال لك فوق هذا بقول لكم كل عيال لا سعوا بصوت دقي قوي قصر البيره يروح المكان ما شتي لي كذا على رايق يلي له يوسف عزامتي زمن هو قبل كعين عند عند جامع ديري وعلى شيء ترى سبب سمي علماء اسمه الصومالي كرادو سلطانو بقرو ومن قاعدو سبيه ninka loo aqoonsan yahay inuu ugu muuminsanaa ugu islaamsanaa qur-aanka iyo masaajidka iyo gurigiisa u dhexeeyey weli inaan siyaasad gelin waa garaadkii gobolka ahayd ilaa laalise garaa cabdullaahi garaa toofin haddaan intaa ku soo koobo agwaaladii waaweynaa aan idin soo sheegay waxaan ku xigay maxamuud dabagooyaay walaalayii boqorka cabdullaahi axmed gool hegen bleska ninka aasaasay buu ahaa الديانة صوت ولا على كي نور ولا هي كل ما تقول لي كي لها وها ولا كان لها هذا هذا على بدر ضد باشك ثاني ثان عبد كامل عوض فنان كان لي غير برا ما بيشجع لكن ولو قال محمود أحمد على الدبوق وياها ما نصور ولا بقول شهيد تقال في سبع سبع لها وشنا وشهيد وعكم إذا عبد عزيز تخرج من غير برا ولا أزمي لو بيلاه كي رواية عن نقطتي ولو رتلي نادا بسوا أبغى كأوين يا أبغى لو أوين كسرى بها عزيز تكرنا أنا نحن أنا يوسف من أنا عرب وقرن سان سمت البحر وقرن سان عمر عيال وقرن سان أحمد دين الجواص يدعو على نهري وقرن سان نكل يا ضو محمد تبيل عاتية عزيز لا جل الله أكوي أنا بقى يكون وش عجر وليه شهر اللي في ذي ذي مسجد ما يغلى كله غير مرضية wa nahmad fiil aad yaan deru noo yahay ee biga kala duugay oo garo u jooga oo si raayga maleen duka dowladii aan tirsiin dowladii al adwal al gas wa qabana aan ka ku soo gabadha gabadha ambaro nahmad nuur dahum adahum shams balla oo yidho rabbo allah ay rigo istisay oo shams waan ambaro ahmad nuur markii la dubay media ay gashay nahmad ambaro nahmad nuur aad loo bartay abeed aqal buu ahaa abwaalada maanta ninka aan la yaabo midhihiisa soomaalida maanta nool waana lubadha wadmuda fadhiyo halkee markaa nagaaday berir soo noqonaya dilaahaygu yaa dhalay oo dhiiggii caladho waxaa shabac axmed caladho magaalada dilu sugaa ma taqaani waa ragga ugu murtida badan soomaalida maanta nool adugoo caladho hoolaad fogsisantee waa kale kuma garasin waxaa lagu qabtay tartan gobolada waqooyiga oo dhan ah suugaanta saddex sano ka hor
إلى يروسيالي تلوشيرو هربوا الله بكاري ولأن عبد الرحمن أحمد حسن عبد الرحمن أوتاد عبد الرحمن بكريتا مقدشو هذا لو حالة قبطي تدير يترك قبل الصومالي على سبيعنا قولي هاو قوي كلمين ما كيف كلمين تدري يترك قبل كلمة كيف كلمين الصومالي وقلت تشير للسنة يا كانت كوات قلي عبد الرحمن أحمد حسن عبد الرحمن أوتاد بلان ذهب لي بروسيليا وشكرا طلبها تيار كيزي تيمر أحمد وحيا ميرو وحيا ميرو صومالو كان لو مفكر كتاب يرى المعجزات كلها من الدوكا قف كاسو كمالا الى اليوم ديل كارا الوحنا نيو قول ديالي واتكرنسا نجي باوسا يبتيو الله سمي يا هندسيو كاي سوماليو عروتي نبا حتى كسر ريسا عروا كلا حقا انتا يفكر كا تاو صور صور بالو سمي حتى ضيورنا الوحا صور بالو سمي حتى كوري سيقولي كو كان مشط لو سمي حتى قولي ديل سيبي هيك ليرا وقالوا بقالا لا يقف كاسو كمالا تاوه الى شران فاختراع واحد صوب صوت صوكم دي فالغير مرة يا وين الواح معنا لوارا بينكم وانتدك وانوين يا مقع علي قوك عين بكوش لاني كاسنا انت اول ستاني بغالة مهد مقان باكمل اكوانا وانوين قوك عين مانت نور واكمل تكر عمر عقال واكمل يوسف صوصلع وادر قدر الدكين انت مقان قوك عين بسوق قوه هذا نقدان ولي ما قالوا بي بي سي لا يبان بدل سو شقي الى تضم الى ابو وكان لي امريكا يسولنا واي يقول بك ترى انت يقول لي الصومالي كسو بامر ربنا لا صار كسمي واحد ما قبط يا سبب عين قال ور باهت او كم جي او تي او كو صبح عين ما قول عين با عين ده الى عاد غير مودش عشان يزيدك وعي قري يوسف محمد حيد هذا قبل ما بصرونا كان على امريكا وكذا aga sima goona tifigu waadii dheer ee siyo ay gaaba la diyaaga simiye la maada tifigu noqdo marka horena ila aad iyo qorayshan isdeedki markay dad radio muddo soo ila aad garak markay dad mara tifiga garak ku qor be Soomaaliya haman magaso aniga wax magacayga yaa marka sabab u ahaade in aan soo baxo ma raayso ama lay marto soo hayd ma hayd waayo kowa ka ayde bool Soomaa أنا أقول له ذا بالك يعني زين كل دقيقة ده حفظ التحصيلي وليس أحمد كارسي عبد الرحمن الصومالي قال إنجليز تفيرنا قبصري ده هيك بلا ما ترى بره ولا تكاش قال يو إيش السوء ده رأسه ورجع يقول قال يو إذا عندي لاس عارم غير ولا عارم لكن أبا كحيد يو قال وعقبنا بركي تقال كده أي اللي هي تيجي وقولي كبر بس جد الجديد وعلى أمر الرسول صلى الله عليه وسلم ناس كل من تقول له وقولي بنوعي جزينا اللي هي تيجي تعصيده من بعد لما تلوح على ده يبين على صاحب لا صدقي أو بركة برعاء إلى عند ما نلقى وهم كي قالوا إيه لأن يوم يسيس كي لا دوي جديد وعقب ما نلقى وايو ما يسوي بعد دارون إسماعيل daroos maayo waqbiil uu raqalay Soomaaliya kamila hadda waxay ka ugu badan tahay waana magaciisa haa dabada waxa dhacday bari nin wasiir ah aan jiray oo gal booda wasiir ka waafinta waxa hadda jira malabi oo markan dambe ka hanqade taasid geeliye ogaysiis awriyoli kale siyaasad jiro shaqabel waxa ogaysiiska wuxuu ogaysiisku beheraya hadda waxa jira in hadda waxa la wasiirayaan in la xusi doono siyaasadii sheekh aadan axmed هذا أحمد قرأت ويواقبين سمعت زيارة الشغال أحمد هبيك أسوى قرآن خسكي هبيك أسوى دفر كيساس على رجلي ألقى أوحى لقوك علي لما تقول بيدرون دولة لأنه مقع قبيل يعني لما تقولوا على قبيل يعني مقع قبيل بيلا قام ممنوع تساك يعطي مقع يقولوا قوي ما لدي دي هاي دارو اسمع أقول لك أسمي إلا عبد أمسك فإذا هيرير يوم قدش أقول أسمع إلا عبد أمسك إلا هو سيركي ومرك هو وليه نارو شكاياها بدي لو وريا له ولا قال لا انا عارف يا سيدي اسمع جبت يا بدور لي كتاب قاعد يقوم انا هو يجي مره يقول ده هو اسمع اللي بيجي هاي لو انه اورن من اللي بره كل ده كل ده لا صار من الخوين ده قال قفت سو اس سي تعزيله دي تعليل بلاش ما كنت سمعت يا
هي صوت الجمر تصور سجاد الاقتصادية أنا وليها غير اللي بيغطش الجمر بيغطش الجمر سبب الله يعني حمد فيها وليه كده بقى دوك بسبان عبد الحيس تجارة حبطه هي صحيح كده يا بعض هي سامع علي عبد الملقاش يريك أسوى بجاري ما قلت بقى يصوت بلما رسول قمر الله صمالي ذلك وهي أفسي ولا شيء كنت نعم سوى قمر قال لي الله يا سلام طوبة حفيت المسيرين تالي يا لا قمر الله بروت على غالبها كان أي مكان من المكان وقبل كم بين واحد يقوها والذين بقوين يدركا وسيد يتهير إلى إليه أي لغانون من يقول له يعني يا لا يعني تقول لك يا لا قبل الله فقال لك عليك السلام سواء كنا يعني ما تقعه وهو لك كمعي ولك الصبي فأوسينا هذا الكلام يسكي الأذيق إسماعيل أصاب المريسة إلهي خير السيء يقع سببها مكا كمعي بكيس يلا سعر البريان وين البوه اللي فكيه سيقول نقطة بريتو أما سنان وانكر سنتانا بكا وان لي يرى عدو دل سعي كيكا وانا كل فاني ما يه وعز لي حكا كيوات كدوتي خير لاس عرض لي تاي تاريخي كما كبر المرشعي سو قال المشان رجع وعمرنا غاد باو مدى قطولي دور لابد انا كبير الصلاة لي غادة الى عدو وعوي يعدو كنا بيكالان فان ماها بان ماها انت عاد يقول كسر قبله ده واحد بقدر المكاسب واحد سؤال اسمه يقول دي ليش واحد بقدر المكاسب في الدتك ما عارف شو واحد ولا كفصيان شو واحد انا صومالي كح كل يوم بدنا نقول له امر يوكل واحد اللي حير يسامع الى يلا على السه انت تلسيه ما كفصيان شي اقول راح اقول ما قاعد وين جاي صومالي بقى لجيلي مين يهنا ما زين يا رأيي عم يتخاف في الدين يا كتوا بدي دم عاصي أنا اللي ناويني يا مك كيل بحسن بو هلا أنت أصلاً ما خيرت هاي كل ما زين هذي كبر برصي هذي إذا عدت هذي هذي وسول برصي هذي يا بلا حسن روح تاعك ترى وش بعدي من هاي ترى روح تاعك تبدي يا رأيي تجاوز كمان اللي هذا حبش ما كان سوبر وين اللي بقولها تعرف أن نبتها واتين وهي صومالة للكفاتو هذا أنا عرس هذا المكان تلينا وصيد كويل صعين أنا بيا بيا ترى مشتير لها يوم قالوا لي صومالة هذا الكم لها يوم أفغان كي يعرف كفار لها يعني مش كمان مكا ونسيب كارا إذا كل واحد كنا بلا وسؤال كل سؤال كمان تاعين تهدي شو دي بنتي كل مرة ما يلا سامع ما يلا تيجي تقول كيس ما يلا مكا دان كل العلم ما يلا كنت أنا بلا وسؤال أول مرة ما يلا كأول ما أصلا كي بروي أنتي دي كارا هذا تين قبل كعين أو بوهم أنت أسوأ أنت بحرمنا يا تاريخ لا واحد سنتة والله ما تاين ماشي تجيه دللي هذا ما أنت يساعي كون بعضه هكذا ما هذا هو شيء تاين كون وعيال كأجي حق بل بقول إيه لا نقول أي كون خصوصاً هذا شيء كذي بقى أنت أسيا هذا قال لي من كفر أنت يا هذا ما هو ما سنتي واحد يشجع إنه هو نقول بين الماله بين كل بين ما فان ما وحقيقة دوا وقاعدة قصة كتب تعجلها دين الإسلام كان كل هذا القرآن كبر شيء يسويه كسيء الدنيا ولا يتجي يا تيجي وتناول قوة هذا القرآن لا أفضل غير وقت من درسه يسلي كذا بقول عباد الله نفسه ليه ملائكته الدين الشيء ما تقول لا إله إلا الله